sembra che il problema di Torit e il suo posizione di Gesù. Posso dire, ma guardando il comoro non vuole venire a me lì e a loro anni, comoro, mendi, a le reactions then second beams, comoro, mendi, a le reactions then second beams. يعني الكاميرا دي بتمثل في الحقيقه ستراكشر عامل كده مثلا. شايفين مثلا لما كنا عاوزين نغطي اي اريا زي المصانع كده دايما بنغطيها بفريمات. كان زمان بيعملوها خرسانه، دلوقتي بتعمل ستيل اسهل واسرع احسن في الانشاء، اسرع في الانشاء واعلى تكلفه وانضف من الخرسانه، طلع قطاعات كبيره ووقت كبير ومشاكلها كثيره في العيوب الديورابيلتي. اما دلوقتي بيعملها ستيل، فمثلا لو عايزين نغطي اريا فبنجيب ستراكشر اساسي بنسميه مين سيستم ده فريم، وبعد كده بنحط عليه كامر ثانوي كده. الكامر الثانوي ده بيشيل هنا برضه اريا زي السيستم بتاع الصالة اللي احنا قاعدين فيها مثلا، لو كانت بقى فريم او كانت بيم وفول، فيبقى عباره عن فريم وعليه سكند بيمز، سكند بيمز شايله البلاطات دي. صح؟ فده مين سيستم وده سكند سيستم اللي هو السكند بيمز، سكند بيمز بتاخد اللودز من البلاطات وتنقله للمين ايه؟ سيستم. فاكنك خدت الفريم ده كده، ده المين سيستم، وبتشيل كل سكند بيمز وتحط رياكشنز ايه؟ بتاعتك. اللي جاي من البلاطات، فده السكند بيمز رياكشنز وده المين سيستم، فده كده تحل المين ايه؟ سيستم. فالكاميرا دي تقريبا كده مين بيم وعليها رياكشنز جاي من السكند بيمز. تعالوا دايما يا باشمهندسين اي كاميرا تشوفوها او اي انشاء تشوفوه هو بيمثل ايه؟ بيمثل ايه؟ لان احنا عمليه استراكشر اناليسيس هي عمليه تمثيل انشاء ريبريزنتيشن. يعني احنا بنشوف منشا في الواقع سواء اكزيستنج او احنا لسه هنعمله وبنعمل له موديل ريبريزنتيشن بيمثله، مش اللاينز دي معناها اي حاجه، لا ده اللاين ده معناه كاميرا واللاين ده معناه سبورت في الحقيقه، واللاين ده معناه لود، اللود ده جاي مثلا من ديد لود او لاف لود جاي من الاساس اللي احنا قاعدين عليه او بني ادمين او احمال معوقه او ويند او اي احمال، والخط ده مثلا بيمثل كاميرا او بيمثل تدريبه في جزء معين زي الكرس ده وهكذا. فاهمني؟ يعني احنا بنعمل موديل للمنشآت. فدايما حاول تفهموا المنشأ اللي ده بيمثل ايه. طيب الكاميرا دي هي كاميرا اند تيونين صح ولا لا؟ ده اند تيونين ستراكشر من الدرجه كام؟ 3 دي اوف اند تيونين. ليه؟ انا عندي هنا 3 اونونز وهنا 3 اونونز، في مشكله؟ لا، عاوز احلها بطريقه السوبر بوزيشن. بص طريقه السوبر بوزيشن اول حاجه احنا بنعمل بريك داون، بنحل بنفك المنشا كده منشات صغيره، بعد كده احل المنشات مع بعضها بطريقه كونسيستنت انفورميشنز. طيب بريك داون، انا فكيت المنشا هنج رولر هنج. بصوا يا جماعه هنج رولر، اولا انا حاولت الفيكس دي لهنج صح او بين سبورت، فناقص لي ايه؟ المومنت. حطيت رولر سبورت وعليها ايه؟ المومنت صح؟ طيب الرولر دي الفيس دي حطها رولر، فالاصل ايه؟ فالاصل الهنج بالمومنت بتاعتها، بحيث ان انا لما اجمع في الاخر الرياكشن ده مع الرياكشن ده في واي مع الرياكشن ده في اكس ده ريال يوصلني الفيس ايه؟ سبورت، وهكذا عند ايه؟ عند الجوينت الثانيه المنشا اسماتيك. فانا فكرت المنشئين اقدر اتعامل معاهم. المنشا ده حطيت عليه لودز وبالتالي اصبح كاميرا بترمي اقدر اتعامل معاها، والمنشا ده حطيت عليه المجهول بتاعي اللي هو الفيكسد اند مومنت عند الفيكسد سبورتس تمام؟ واحل الاثنين ببعض، احل المنشئين مع بعض بعلاقه كونسيستنت ديفورميشنز. ايه العلاقه اللي موجوده هنا؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. مش المنشا ده نتيجه اللودز هيحصل له ديفورميشن بالشكل اللي انتم ده؟ شارب شويه كده عشان تكون سنتريت اللودز. طيب واقصى ريفليكشن يبقى فين؟ واقصى ارض تبقى فين؟ عند السبورتات اللي هي الهنج او الرولر تسمح بايه؟ بالدوران. طيب فانا لو سميت ده واي ماكسيمم وده مثلا الفا 1 وده الفا 2. المشكله لحد دلوقتي؟ لا اقدر ارسم الحاجات دي كلها؟ ايوه. نعرف دلوقتي ازاي؟ طيب المنشا الثاني عباره عن الكاميرا عليها تو فيكس اند مومنتس. انتوا متخيلين يا جماعه الكاميرا كاميرا بالشكل ده كده
وانا عملت حطيت عليها مومنتس بالشكل ده، يعني اتجاه الشد فين؟ فوق صح؟ يعني هشد الكاميرا بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده، هيخلي الكاميرا يحصل لها كيرف شيب بالشكل ده كده، او الفورم شيب بالشكل ده كده بالظبط، نتيجه المومنت اللي هي بتشد ايه؟ الجوينت ستون. طيب فيكون شكل الديفورميشن بالشكل ده، واقصى الف فين؟ عند السبورتات، وبرضه اقصى الفيكشن فين؟ في النص. طيب مش انا اساسا يا جماعه الالفا او الديفليكشن عند جوينت واحد وجوينت اثنين هما بزيرو؟ لانهم فيكس سبورت، فيكس سبورت ليها ثلاث رياكشنز وما لهاش اي ترانزليشنز او روتيشن، صح؟ فانا لو قدرت اعرف قيمه الالفا هنا وهنا قيمه الالفا تبقى ثلاث المجهول وسويتهم ببعض اقدر اجيب قيمه ايه؟ المومنت. فانا بقول في الكونسيستنت انفورميشنز ان الالفا عند جوينت واحد او اثنين بيساوي زيرو، اثنين واحد لان المنتج اسيمتريك. او قيمه الالفا واحد هنا في المنشا ده بتساوي الفا واحد هنا في المنشا ده الابسوليوت فاليو، او مجموع الاثنين بيساوي ايه؟ زيرو. حد مش فاهم حاجه لحد دلوقتي؟ طيب هجيب الفا واحد والفا اثنين ازاي يا باشمهندس؟ خلاص احنا بنعمل تحفيزين قيم ولا حاجه. احنا قلنا قيمه اي ريفليكشن او سلوب انجل هقدر اجيبها بطريقه الكونجكت بي ميثود. ازاي يا باشمهندس؟ تعالى كده الحل ببساطه كونجكت بي، بنحول الريال دي لكونجكت بي. دي ريال بي الكاميرا الاصليه الموجوده عندي صح؟ حولناها لايه؟ حولناها لايه؟ كوني كاميرا ايه؟ جرافيك كاميرا افتراضيه كونجكت بي. طيب كونجكت بي الرولر بتبقى هنجد، الهنجد بتبقى رولر، دي كاميرا افتراضيه يا جماعه مش موجوده بطريقه حل رياضيه عشان ما حدش يعرف شمس سيارات مين. وهسالك ازعاجكم بنعمل كاميرا كونجكت انستيبل مثلا فيكسد فيكسد بنش فحاول بنش كولر وفيكسد فري فحد يقول لي انستيبل يا جماعه دي كاميرا افتراضيه مش موجود عشان ما حدش بس ايه بسال. طيب حطيتها في كاميرا افتراضيه رسمت المومنت بتاع الكاميرا الاصليه على الكونجكت بي هنا ان وهنا ان والمنتج بس مثل يبقى شكل المومنت بالشكل ده كده صح ولا لا؟ طيب رسمت المومنت على الكونجكت بي اعتبرت المومنت ده الاستيك لودز بحاول وسط كلودز على فكره ان انا اقسمه على الفيكتشر ستيفنس بتاعت الكاميرا اللي هو اي اي او 2 اي اي لو كان الاي اكثر من 2 اي خلي بالكم موضوع الانرجي تمام؟ طيب بعد كده احل الكاميرا دي عادي خالص الشير فورس عند اي نقطه هو قيمه الالفا والبند مومنت عند اي نقطه هو قيمه ايه؟ الديفليكشن. هي المشكله دي اكيد سهله انك تحل الكاميرا دي تقسم الكيلو مونت عند اي نقطه صح؟ طيب احنا عاوزين قيمه الالفا عند الجوينت واحد دي يبقى دي قيمه ايه؟ شي صح؟ طيب انا دلوقتي عندي المونت ده عاوز ايه؟ عندي حمل بالشكل ده عاوز اجيب قيمه الشي اجيب الرياكشنز الاول والله انا ده لو ركزته يبقى ام مقدار الستان يبقى 8 ام على اي اي ده سيمتريك يبقى هنا 4 ام على اي اي وهنا 4 ام على اف على اي اي في مشكله؟ ده مقدار الرياكشن وبرضه هو مقدار الشير لان انا عاوز الشير عند الجوينت دي صح؟ يبقى الشير عند الجوينت ايه؟ اللي هي عباره عن الفا الشير الجوينت واحد وهي عباره عن الفا بكام؟ ب 4 ام على اي اي حد يقول لي يا باشمهندس دي السالب دي الموجب يبقى خلاص هستعمل ابسوليوت فاليوز عشان ما نلخبطش بعض تمام؟ المشكله دلوقتي هي دي طريقه الكونجكت بي بس. طيب تعالى نطبقها على الكاميرا الثانيه الكاميرا الثانيه لو جينا نطبقها عليها هنلاقيها ايه مركبه شويه رحت عاملها بيك داون تيم خدت اللود ده لوحده والاثنين لودز لوحدهم اللود ده لوحده 6 انا عارف ان المومنت هنا بيقل على ايه؟ الاربعه على الاربعه البي مقدارها 6 ال ب 8 48 على 4 ب 12 المومنت ده هعتبره لاستيك ايه؟ لودز ما دي كونجكت بي الهنج رولر ورولر باك هنج صح؟ هعتبر المومنت ده لاستيك لودز على الكونجكت بي واحسب قيمة الشير هنا أو الرياكشن عند جوينت رقم واحد، لو جيت أركزهم يبقى ده مثلث يبقى نص في 12 في 4 على إي أي وده نص في 12 في 4 على إي أي هيطلع ب 24 على إي أي، عاوز قيمة الرياكشن هنا بسيمتريك يبقى هنا 24 وهنا 24، طب قيمة الشير عند جوينت رقم واحد هي هي قيمة إيه؟ الرياكشن، صح ولا لأ؟ مشكلة؟ باشمهندسين طيب الكاميرا الثانيه برضه تكون كونسنتريتد دوز 4 على 4 حولت الكاميرا الريال كاميرا كونجكت اللي هي الدولار والدولار هي رسمت المومنت بتاع الكاميرا الاصليه على الايه؟
كامر كونجكت طلعت بالشكل ده. يعني اخترت المومنت ده لاست كلودز. بعد ما كتبوا لاست كلودز قالوا كامر ريأكشن ركزوا نص 8 في 2 على اي اي 8 في 4 في 4 على اي اي نص 8 في 2 على اي اي. قيم الرياكشن هنا بسهوله جدا سميشن اف واي او سميشن مجزوم عند اي نقطه ده دايما 24 اللي هو الشيء عند بوينت واحد او الفا عند بوينت ايه؟ واحد. من هنا اقدر اقول له قيمه الالفا الكاميرا دي تساوي قيمه الالفا الكاميرا دي صح؟ او مجموع الاثنين تساوي زيرو ايه؟ الاشارات. طب هنا قيمه الالفا واحد بكام؟ هي عباره عن مجموع الكاميرتين دول صح ولا لا؟ عشان اعرف فكتها يبقى 24 على اي اي و 24 على اي اي بيساوي الفا واحد للكاميرا الثانيه اللي هي بكام؟ 4 ام على اي اي ابسولوت فاليو بقى عكس الاشاره. المهم انا فاهم انا بعمل ايه. من هنا اقدر اجيب قيمه ايه؟ المومنت كده طلع بكام؟ ب 12 طن متر. يبقى المومنت هنا ب 12 طن متر والمومنت هنا ب 12 طن متر لان المساله سيمتريك. يعني انت اللي عملته عند الجوينت ده كنت هتعمله عند الجوينت الثانيه. تمام؟ طيب بقى جبت المومنت، جبت المومنت هنا وجبت المومنت هنا. المساله خلاص اقدر احلها بسهوله. اولا سوليوشن في اكس مفيش قوه في اكس زيرو، سوليوشن في واي او سوليوشن مجزوم دي سيمتريك. مجموع اللودز 8 و6 14 يبقى هنا 7 وهنا ايه؟ 7. في حد عنده مشكله؟ شفت كل النقطه فيها يا جماعه؟ في انك فاهم يعني ايه بريك داون، بعد ما تعمل بريك داون فاهم يعني ايه كونسيستنت ديفورميشنز، يعني ايه العلاقه الكارب ديفورميشنز بتاعت جوينتس الكاميرات كلها مع بعضها الصغيره دي، ازاي تحسب ديفورميشن بريد كونجكت دي ميثود، تحسبها ازاي والطريقه اللي احنا عليها، حول الكاميرا الاصليه الكاميرا الكونجكت عن طريق السبورتات، بعد كده اعتبر المومنت بتاع الكاميرا الاصليه هو لاست كلودز، وبعد كده ركز من ايه؟ قيم الرياكشنز، الشير عند اي نقطه هو الالفا، والمومنت عند اي نقطه هو الايه؟ الديفليكشن. خلاص جبنا قيم الرياكشنز والمومنتس، اقدر ارسم شير فورس للجرام وبين المومنت للجرام. شير فورس للجرام هي 7 اطلع 7، بعد كده انزل 4 وصلت ل 3، انزل 6 وصلت للسالب 3، انزل 4 كمان وصلت لايه؟ سالب 7. ده شيل فورس ديجرام. البند مومنت ديجرام انا عارف ان البند مومنت هنا بكام؟ 12 ب 12 هنا ب 12 وقيمه البند مومنت عند كل نقطه من الجرام هحسبها تطلع هنا 2 وهنا 2 والماكسيموم بوش بتطلع كام؟ 8 طن متر. يبقى انا قدرت على الطريق استخدام طريق السوبر فيشن ميثود ان انا احل اللونش كان ديترمينيت من الضربه الثالثه واحسب له الرياكشنز الاكسترنال رياكشنز وارسم الدبل فورسز دايجرامز. في حد عنده مشكله في طريقه السوبر فيشن؟ في حد عنده مشكله في فهم يعني ايه كلمه بريك داون او كونسيستنت انفورميشن او بيستخدم طريقه كونتنت دي في ايجاد ريفليكشنز او سلوب اندنج؟ حد مش فاهم؟ ماشي.